هذه سائلة تقول: لدي ولد عمره 27 سنة ويريد الزواج، هل أقوم بزواجه أم أؤدي فريضة الحج وبارك الله فيك؟ إذا كنت تخافين عليه من العنت، تخافين عليه من الوقوع في الحرام، فزوجيه قبل الحج. أما إذا كنت لا تخافين عليه وهو عبد صالح ومستقيم ولا تخافين عليه، فقدمي الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، فقدميه. نعم.